النهاردة يا جماعة نتكلم عن كل ما يخص تشخيص وعلاج قرحة المعدة، كل ما يخص تشخيص وعلاج الحموضة. بس بعد الفاصل انتظرونا. أنا الدكتور أحمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية، وندور كده مع بعض علشان نحاول نخلص الحلقة ديت في 3 4 دقايق، بحيث إن كل الناس تستفيد، سواء كنت طبيب امتياز أو حتى لو بشكل عام بتتفرج. إحنا طبعًا بنفس، إحنا عايزين نفيد كل الوطن العربي كل هذه المعلومات. لقينا نقص كبير جدًا في اليوتيوب عن هذه الأشياء اللي إحنا بنقولها، بنقول للناس تسمع الفيديو للنهاية علشان هتعرف كل التفاصيل اللي يجب أن تعرفها عن حموضة المعدة وقرحة المعدة. لما نيجي نتكلم عن قرحة وحموضة المعدة نقدر نقول بشكل بسيط مريض عنده وجع في صدره، عنده وجع في بطنه، بيعاني من حموضة وحرقان بتزيد بعد الأكل أو عند النوم، وممكن يحصل فومتنج أو ترجيع. الأسباب بتاعتنا بكل بساطة نقدر نقول إنها زيادة إفراز حمض المعدة نتيجة استخدام أدوية معينة أو نمط الحياة الغير صحي أو نظام الغذاء الغير سليم أو شرب الكحوليات أو المشروبات الغازية. اتكلمنا عن التعريف والأسباب، دلوقتي نتكلم عن التشخيص. ده وجع متكرر بيشاور عليه العيان بصباعه. الوجع بيزيد مع الأكل في حالة قرحة المعدة وبيقل مع الأكل في حالة قرحة الاثنى عشر، بيزيد بعد الأكل في حالة ارتجاع المريء، وبيطلع على صدره كحموضة عند النوم. وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، بس أتمنى من كل الناس بلا استثناء، احنا طبعا هنديكم الهدية بتاعتنا اللي هي بنديها لكم في كل حلقة بتاعتنا، روشتة طبية اللي بتتكتب داخل العيادة لعلاج قرحة المعدة. الروشتة يا جماعة بتكون كالتالي، لو احنا تذكرنا في البداية ما جينا اتكلمنا عن الأسباب، قلنا السبب الرئيسي لقرحة المعدة هو زيادة إفراز الحمض المعدي. فاحنا عشان في زيادة في إفراز الحمض المعدي، في أول دواء هنديه حاجة تقلل إفراز الحمض المعدي، يبقى الدواء الأولاني حاجة بتقلل إفراز الحمض المعدي. الحاجة التانية بندي دواء بيعمل على تبطين وحماية الجدار المعدي من الحمض المعدي نفسه، لأن احنا قلنا هو موجود بشكل مبالغ فيه فقد يضر الجدار المعدي نفسه، فاحنا بنضطر ان احنا نكتب دواء بيعمل على تبطين جدار المعدة. الحاجة الأخيرة بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة لقرحة الإفراز حمض المعدة. الحاجة التانية هنعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي، وحاجة تالتة ندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة للقرحة المعدية. يلا نشوف ازاي. أول حاجة بنكتب الأوميز تابلت 40 ملي جرام، ده بناخد قرص لمدة شهرين قبل وجبة الفطار، ده بيعمل على تقليل إفراز حمض المعدة. ده كده رقم واحد. تاني حاجة هنكتبها معانا، نعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي. تاني حاجة نكتب حاجة اسمها الإيبيكو جيل تابلت، لا ده مش تابلت، ده ساسبنشن. ده هناخده معلقة كبيرة 3 مرات يوميا بعد الأكل. ده هيعمل لنا على تبطين الجدار المعدي لحماية الجدار المعدي، تبطين الجدار المعدي وحمايته من الحمض المعدي. ده كده رقم اتنين. تالت حاجة هندي حاجة بتقتل البكتيريا المسببة لحمض لقرحة المعدة، اللي هو مضاد حيوي زي المترو نيدا مترو نيدا نيدازول، ده تابلت. ده هناخد منه قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. ده كده بشكل رئيسي 3 حاجات اللي بتكتبوا في روشتة علاج قرحة
المعدة والحموضة وارتجاع المريء. يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا، اول حاجة بندي حاجة تقلل لنا من افراز حمض المعدة زي الاوميز، تاني حاجة بنعمل بندي حاجة تبطن تحافظ على الجدار المعدي اللي هي الايبيكوجيل، واخر حاجة بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا زي المترونيدازول. وبكده نكون خلصنا الروشتة بتاعتنا. في نهاية الفيديو يا جماعة، لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل، او اول معلومة مرة لاول مرة تاخدها، حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. دي كده النقطة رقم واحد. ما تبخلش علينا بلايك بكومنت، لو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر، بحيث ان احنا لا نقع تحت طائلة النصابين. شكرا ليكم. كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية.